السلام عليكم خوتنا المشاهدين، كي دايرين؟ نتمنوا كاملين تكونوا على خير وبخير يا ربي. اليوم غادي نهضروا على لبنى، على اسره مغربيه وعلى النجاحات اللي محققين في ساحه اليوتيوب لهاد الايام. كما عرفنا لبنى دارت واحد القناه جديده، وهاد القناه هذه ما توقعاتش هاد النجاح ديالها، وهذا الشيء اللي خلاها كتخرج فرحانه وكتقول بانها خلقات واحد المعجزه، لانها الناس كيتقاتلوا على القناه غير باش تفعل لهم، كاين اللي كيوصل عام كاين اللي كيوصل عامين، ولكن هي في ظرف 14 ساعه حققت جميع الشروط ووصلت حتى 17000 ابوني. زعما قالت هذا انجاز خيالي، هي كانت كتحلم غير تحقق واحد 10000 ابوني في مجرد اسبوع، اذا بيه كتحقق داكشي في 14 ساعه. انا غادي نجاوب الاخت لبنى هنا، علاش زعما هي حقات هاد المشاهده في هاد 14 ساعه، وعلاش تفعلات ليها القناه في 14 ساعه؟ لان هاد القناه هذه ماشي جات واحد الانسانه اللي كانت جالسه في دارها. لو كان هي لبنى كانت جالسه في دارهم وناضت فتحت قناه، تقدر تجلس ليها عامين 3 سنين وما واحد ما يعرفها، ولكن اللي خلى تفاعل ديال الناس، لان هادوك الناس اللي كانوا متبعينها مع راجلها وبنته وعدوستها وجوهرة وكل شيء كيعرفوها، يعني ملي غادي تحل واحد القناه غادي يدخلوا عادي بحال كيتفرجوا في القنوات الاخرين، وما يديروش غير ابون 17 ابون، يقدروا يديروا حتى 100000، لانهم هادوك الناس نفسهم ماشي ناس اخرين جاوا برانيين. لان هاد السيده هادي طيلت 5 شهور وهي كتسجل مع هاد العائله هادي، زائد انها عندها واحد الدور اللي هو كبير، انها ضره مع سعاد، انهم ضريرات بجوجات. هادشي اللي خلى القناه تطلع عليها بسرعه، يعني ما تفاجئش وما تفاجئش، هما كاملين ما يتفاجئوش بهادشي. داكشي علاش حنا جانا عادي انها تحقق 100 مشاهده في النهار، وعلاش انها تطلع القناه في النهار؟ لان السيده كانت فعلا كتبان في القنوات الاخرين، وزائد دوك القنوات هزوها كاملين وحطوها في المنتدى ديالهم، ديك القناه باش تهز. وحنا عارفين القناه الا تحطات في منتدى ديال شي قناه كبيره وعندها مشاهده غادي تبان وغادي تشاف وغادي تحقق لها الشروط، ماشي في 14 ساعه، تقدر تحقق حتى في جوج سوايع. داكشي علاش لبنى خرجت لنا بواحد الفيديو وقالت انها فرحانه وانها معجزه تحققات، ما كانتش كتحلم بهذا الشيء كامل اللي وصلت ليه. وحنا عارفين فعلا اليوتيوب راه خدمه، والناس ملي كتحقق فيه شي انجاز كتفرح، الله يكمل عليها فرحتها. حنايا كقنوات غير معروفه وما عندناش دعم، ما عندناش منتدى، ما عندناش مشاهده نهائيا، غير كما تنقولوا كنصوروا وكنحطوا بوحدنا، زائد ما معروفينش، زائد كتحلي قناتك وكتبقاي تخدمي عليها غير راسك وتحطي داك القناه الفيديو، يقدر يجيب يقدر ما يجيبش، يقدر يتشاف يقدر ما يتشافش كاع. وكنقولوا كما تنقولوا اللي جابها الله خير، سواء طلعات سواء ما طلعات، سواء تشافت سواء ما تشافتش، ما كنا زعما دايرين معها البال، داكشي جانا عادي. وحتى هي دابا لبنى خاصها داكشي يجيها عادي، لانها مادام تحطت القناه في جميع القنوات اللي هما مهزوزين، وهي باينه في جميع القنوات اللي مني جات طيلت 5 شهور وهي كتسجل، مره المشاكل مره الافراح، مره المشاكل مره الافراح مره المعاطيه، يعني قناه راه باينه غادي تشاف وغادي تهز. داكشي علاش انا ما بانش ليا شي استغراب وما بانش ليا شي فرحه، لانك كتبان لبنى مع الزوج ديالها كضربوا 100 كا نهار، 200 كا نهار، 300 كا، عادي تبان في قناه اخرى اللي هي فتحاتها هي غادي تضرب داك العدد اللي ضربات مع دوك القنوات الاخرين. داكشي انا علاش جاني وجيت نجاوب لبنى على هاد الفرحه ديالها، وفي الحقيقه كنقولوا لها الله يكمل عليك بالخير، حيت راه ماشي ساهل باش الواحد يدخل لواحد المجال باش يخدم فيه، لان اليوتيوب راه خدمه، واخا الواحد يعيا يقول لك خدمه. اما قنوات اللي ما عندهمش ربح هذوك كتسمى غير هوايه، مادام كيدوز عام وانتي كتسجلي وما كتربحيش كتبان لك غير هوايه، كتفشي فيها الهضره كتفشي قلبك كتبقاي تهضري عادي، خصوصا الناس اللي كيكونوا في الغربه كيكونوا وحيدين ما عندهمش مع من يهضروا، كيخرجوا كيديروا هاد القنوات هادو باش يونسوا راسهم. بحال انا هاد القناه هذه عندي مجرد هوايه،
نقدر نتخلص نقدر ما نتخلص، نقدر تفعلت تقدر ما تفعلتش، زعما منصبي راسي صافي. ملي كنوض ندير شي فيديو وكنهضر كنحس راسي بحال هزيت التليفون وهضرت مع شي واحد من العائله، وخصوصا كتفرجي في هاد القنوات ديال اليوتيوب كتبقاي تفرجي في هاد الفيديو وهاد الفيديو كتنوضي داكشي اللي جمعتي في قلبك كتهضري عليه مع ناس اللي متبعين نيت هاد العائله هادي، كتحاوري معاهم اش داروا اش قالوا فين خرجوا اشنو وقع ليهم، ها المشكله اللي داروا اليوم، ها الحاجه الزوينه اللي داروا اليوم وصافي. اما بالنسبه للناس اللي فعلا القناه كتطلع ليهم وكتضرب 100000 200000، هذيك بالنسبه لي راه كتسمى خدمه، وحتى لا فرحوا جات معاهم لانهم غادي يشدوا واحد المصاريف اللي هو صحيح وماشي مصاريف عادي. راه كاين الناس اللي كيقراو يقراو يقراو حتى يعياو، وملي كيتخرجوا كيفرحوا كيديروا الزرده كيديروا الحفله لانهم تخرجوا. علاش فرحانين؟ لانهم غيشدوا واحد الخدمه اللي غيوليو يتخلصوا منها من شهر لشهر، داكشي علاش كيفرحوا بانهم غادي يوليو يتخلصوا شهريا. وهذا اليوتيوب بالنسبه للناس اللي كما قلت عندهم مشاهده وخدمه بالنسبه ليهم عادي يفرحوا لانهم غيدخلوا فلوس، وماشي اي فلوس، الا كانت عندهم المشاهده وعارفين راسهم انهم عندهم بصمه في اليوتيوب راهم يدخلوا ارباح خياليه كيف ما قالت واحد اليوتيوبر قبل، ارباح اللي ما كياخذهمش الوزير في المغرب. حنا كنعرفوا الوزير تاع المغرب كاع الا طلع ولا هبط كيشد 3 المليون، ولكن صاحب قناه الا كانت كتجيب ليه مشاهده كثيره هذيك 3 المليون راه كيشدها غير في 15 يوم، تقدر ديك 3 المليون يشدها غير في 10 ايام يبردها لليوتيوب. يعني اليوتيوب حتى هو مدخل لي فلوس خياليه، يقدر داكشي اللي غيخدم عليه 20 عام ولا 15 عام يقدر يشدهم غير في عامين 3 سنين، يدير يكون راسو يبني دارو يشري طوموبيلتو يعيش مرتاح يدير زعما مشروع من اليوتيوب. هذه الا كانت فعلا المشاهده طالعه وهو نيت ما كيدير شي حاجه اللي خايبه، يدير زعما ديك الحويجات اللي هما مناسبين وزوينين واللي كيتقبلهم العقل. على العموم كنقولوا لبنى هنيئا لك بهذا المشروع اليوتيوبي لانه مشروع وخدمه في نفس الوقت، وقليل اللي كيكون عنده ضربه حظ بحال هذا الشكل هذا. وحتى لبنى راه دفعت ثمن كثير انها غامرات وتزوجات براجل عنده ربعه ديال الوليدات وجايه كما تنقولوا حاطه رجلها وما عارفاش راسها النهايه كيفاش غتكون. وهذا اليوتيوب هذا فيه شهره وفيه فلوس وفي نفس الوقت فيه مشاكل وفيه اسر وفيه زواج، وجايه وموافقه على زوجه ثانيه غادي ترجع لان لبنى ما كانتش اصلا متقبله الرجوع ديال سعاد وتكون زوجه بنفس الشكل ديالها، هي كانت معوله عليها غير ترجع في الوريقات وصافي. داكشي علاش كنقول راه حتى هي تستحق هاد الفرحه ديال هاد الخدمه هادي ديال اليوتيوب وهاد هاد المدخول اللي غادي تولي تدخل. وهنيئا لها وكاع الناس، والى اللقاء بفيديو اخر بمشيئه الله.